اتعلم الاحرف وهن 28 حرف ريال. لا شريفه، كل هالحكي اللي حكيناه ب 28 حرف شبكي شو من اولها بدك تعلمينا غلط؟ لا ب60 نبي مو مزبوط. خالتي امزيكي شو بعمل لك اذا كل الاحرف اللي بالقران الكريم هن 28 حرف؟ او ها سمعتي 28؟ انا بعرف. طب امزيكي خلينا اعرف نتعلم يوه. يبليكي بحمه اتعلمي مين ماسكه؟ شو بدك تطلعي ابو كاتو زمانه لسه؟ خرسي بلي. اي والله خالتي امزيكي خلصنا نتعلم. يوه يبليكي بحمه انت الثانيه خرسي. امزيكي فريال سمعوني انت وياها، خلونا نعرف نتعلم. رح بلش هلا اكتب الاحرف على اللوح. ألف باء تاء تاء. ألف لا شيء عليها، ألف لا شيء عليها. ب وحدة من تحتها، ب وحدة من تحتها. ت تنتم من فوقها، ت تنتم من فوقها. ألف لا شيء عليها، ألف لا شيء عليها. ب وحدة من تحتها، ب وحدة من تحتها. و واخر شي الياء. رجعتي؟ انا كيف بينكتب اسمي؟ اسمك يا فريالي بينكتب من 5 حروف. شوفي، ف را يا الف ولا. هذا فريال. لو 60 نبي مو هيك بينكتب اسمي؟ عم تغلطي خجاتي، مو صح هذا الحكي. انا بعرف كيف مكتوب اسمي على المالكانات تبعي. لك هي خجاتي افهم منك؟ لك مو هيك بينكتب اسمي؟ لك اسكتي افهم افهم. بالله ايه معناها طلعي فرجينا كيف بيكتبوا اسمك فريال خانو. اه خلص خلص اكتبي اللي بدك اياه. قومي 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 خجاتي ضفي لسانك. امزكي امزكي فريال. قومي فريال قومي فرجينا كيف بينكتب اسمك. يلا قومي يلا فريال. خلص طبعا خجعتي. لك لك هو انا بالكتيبه يعني ما كتير شاطره، شيت انه ما بعرف بكتب، بعرف بكتب بس بالقرايه بربند بربند. مو ناقصك الا توقفي على باب المحكمه عرض حال جيت تقبري قلبي. قولي لي خجعتي. امزكي خلصينا قومي فريال. يلا قومي يلا 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 هاتي. حوار خلصينا فريال. فرجيني لشوف. عفارم عليكي. يعني مزبوط؟ مزبوط بس الفاء ناقصة نقطة. يي أكلتي النقطة؟ النقطة ترشك إلهي، إمتى أكلتي النقطة وليه؟ روقينا أمزكي روقينا، خلينا نعرف نكمل هالدرس. يعني مو كل وحدة فيكم بدها تعرف الأحرف مشان تصير تكتب اسمها لحالها. خجعتي خجعتي، أعطينا وظيفة مشان نكتب على السفينة ونتعلم. يا فريال بدي أعطيكم وظيفة بس بالأول خلوني أتأكد إنكم بتعرفوا الأحرف. جاتي ارصدني والله ارصدني مرتك. يلا ولادي وياهم جدول الضرب. واحد في خمسة، خمسة. اثنين في خمسة، عشرة. ثلاثة في خمسة، خمسة. أربعة في خمسة، عشرين. خمسة في خمسة، خمسة وعشرين. خمسة في ستة، ثلاثين. خمسة في سبعة، البي واحدة من تحتها، والتي تنتين من فوقها، والسي ثلاثة من فوقها. ايش بك بس انت وياها عيب. خلاص يا جماعة وجعني راسي من طلب العلم. ايه بعت له حمى العلم وساعته. قومي اجيبي لي كاسة مي بلي. قومي خالتي امسكي هلا وقت كاسة المي بدي اتعلم. قومي بليكي بحمى انت والعلم. قومي. ومن هالاحرف بتصير كلمة يلي بيطلع منها اسمنا والحكي اللي بنحكيه مثل بالقرآن الكريم. اليوم رح نتعلم بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي خالتي امسكي هي كاسة المي. يسلموا ايديكي. عادي مطيعة عادي. بسم الله الرحمن الرحيم هيك بتنكتب. واليوم بدنا نتعلم كيف نستخدم الأحرف مشان نعمل منهم كلمات.
ماشي؟ قومي فريال. لوين؟ على اللوح. قومي قومي هالمرة خليني من هالمرة جاي بطلع. اي لا قومي. لك قومي خلصينا قومي. يلا خالتي فريال يلا. لك شو بكون لسه رايحة جاي انا مثل ما بكون كل حياة. هذا الحرف شو؟ هذا الحرف ألف يعني مصطيجة. لك مو مصطيجة عصاية عصاية. طب وهذا الحرف شو؟ أنا هاد تحت نقطة. إب يب بدن العدوي. طيب وهاد شو؟ نقطة ولا بلا نقطة؟ لا يلي بلا نقطة. اللي بلا نقطة هذا حرف ال عين. لك شو؟ العين خجاتي والعين تطرق. وها الله ألف مبروك يا مطيعة وريت إلهي جوازة الدهر. أقبل عندك. لا تحكي هيك أختي. بس والله والله اللي أعمل لك تفصيلة ما صار مثلها بكل الحارة ولأشتري القماش بإيدي وأنا اللي رح أشتغل لك يا وعرسك لا كان ولا رح يكون مثلها بكل الشام. لك الله يخلي لي إياك يا أحلى أخت. يلا يا مو يلا حبيباتي شو بكون قاعدين؟ يلا قوموا ليش هيك مبردين قلبكم؟ الخميس لكم على الباب. يلا قوموا تحركوا اقضوا لكم غرق. حاضر يا عمو قومي قومي. كل بعمي يا ابو بدر. ابا محبه رحتي طبختيها؟ ييي على هالنسوه راح من بالي. يلا انا باكل عني وعنك. ان شاء الله صحتين راح اكل خبزي انا. صحتين. انت بدك تروح لعنده؟ بكره ان شاء الله بدي انزل لعند منه وشوفه بركي بيقصط لنا اياه هون. بده يقصطهم برضاه مو على كيفه. الزلمه يا صاحب حق يا فوزيه. لك بعرف بعرف بس هدول 200 ورقه يا ابو بدر 200 ورقه كيف بدك تدفع له اياهم بفرطقه؟ مشان هيك رايح لعند منه مشان يقصط لنا اياه هون. ومن وين بدك تجيب القسوطه يا بعدي؟ بدي اشتغل. ها وشو بدك تشتغل؟ وشو بيعرفني بدي اشتغل حي الله شغله المهم خلي ابي يرتاح بقبره. الله يرحمه. امين. ابو بدر شو رايك تشوف ابو حاتم ليعطيك من صندوق الحاره؟ لك ايه مو على اساس هن عاملينه للعازه يا بعدي؟ ايه واجبتي يا فوزيه لقوم روح لعند منه وقول له يدينوني من صندوق الحاره. اكون بالاول برجع برجع باكل برجع باكل. فش فش بشافش بشافش قرب على الفشة قرب طعملس طعملس فشي فشفش فشفيش أكل الطفران والدرويش فشي بطل يا أخي بطل فشي. السلام عليكم سلكين. وعليكم السلام علي بدر. إن شاء الله مبروك الوصفة أي ترزق إلهي. لك الله يبارك فيك خليني إياك يا بدر. سلكين ما لازمك شي.